السلام عليكم. نحن كل سنة برمضان نعمل 3 ختميات، كل يوم 3 أجزاء وكل 10 أيام ختمية. اللي بيحب يشارك معنا يكتب لنا بالتعليقات. شهر رمضان شهر القرآن والأدعية فنكثر منها. السلام عليكم صبايا، يعطيكم العافية، رمضان مبارك عليكم وإن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين. طبعا حبيباتي أنا ما راح أحسن كل يوم أطلع عليكم مثل أي الأيام. كلياتنا بنعرف شهر رمضان شهر فضيل ومبارك، لازم نكسبه بالدعاء وتلاوة القرآن والصلاة، لازم نغتنم هالوقت لأنه وقت كتير مبارك، لازم نغتنمه بالدعاء لأنه الدعاء مخ العبادة ولا يرد القضاء إلا الدعاء. اللهم لك الحمد على ما أعطيت وعلى ما منعت. الشعرات لازم تكون رقيقة ومدقوقة، حتى الأصاب تحت المنة نايله وحط فوق المنة نايله وصار يدقدقها لحتى تشرب الحمض وتستوي بسرعة. طبق اليوم شرحات مع السلطة والفتوش والكبة المشوية والمقلية والمعروف، طبعا أغلبه محضر وموجود، لكن طبق الشرحات كان سهل التحضير. للشرحات لازم تكون اللحمة إما من الكتف أو من الفخذ، بتكون مدهنة طبعا من الخروف وبتكون طرية وسريعة الاستواء. جبتها قبل بيوم ونقعتها مع الخل واللبن والبهار والملح، ما بدي أكثر من هيك. ممكن حط فيها شرايح ليمون كمان تساعد على النضج. نقعتها يوم كامل. وثاني يوم مثل ما انا شايفين حطيتها بالمقالي مقلاي او حتى بصير على السخانة، لكن ما بخبي عليكم انه على السخانة بصير بتشل من الدهن ومن المي كلها، فانا اعتمدت على المقلايتين لحتى اخلص قبل الاذان. اول شيء بحطها اول نار عليها لحتى تتكرمل وتاخذ الصدمه ويصير لونها على بني، لكن بدي انتبه بعد ما تتكرمل وطي تحت على الاخير حتى ما تنحرق وتشد معي كثير. حطيت معي بالقلي والتشويح تقريبا 12 دقيقة. أول شي طبعا تاخد الصدمة يصير لونها بني، تتكرمل بوطي تحتها لحتى تطمطرية وحافظ على لونها وعلى استواءها وعلى طراوتها. قدمت معها سلطة، ممكن نعمل متبل، ممكن نعمل شوربة، شوربة عدس، ممكن نعمل تبولة، هذا ذوق شخصي. وألف صحة وعافية. في التقديم حطيت شرايح ليمون وصرنا نعصر عليها، وممكن أغمرها بالليمون والثوم. عملت معروف منه حشيته بجبن كريمي
ومنه بشوكولا نوتيلا. طريقته كتير سهلة، أنا عملته قبل مرة. نص كيلو الدقيق بياخد معي 3 معالق حليب بودرة وكوب مي دافية، أو ممكن كوب حليب سائل دافي، 2 معلقة خميرة فورية، وكاسة شاي زيت خفيف، 3 معالق لبن، 2 معلقة سمنة، 4 معالق سكر، وعندي كمان رشة ملح. طبعا بعجنهم كلهم مع بعض، بتم باجن فيها حوالي 7 دقايق ل10 دقايق، وبريحها ساعة. بعد الساعة بشكلها وبحشيها مثل ما بدي، بدهن الصينية بزيت خفيف أو بحط ورقة زبدة وبصف عليها الأشكال. بريحها ساعتين، بعد هالساعتين بدهنها ببيض، بكون حاطت له رشة فلفل أو قهوة وشوية خل لما يزنخ، أو ممكن حليب سائل طبعا. وبدهن الوش، بريحهم ساعتين، وبعدها بدخلهم على الفرن. طبعا قبل ما ادخلهم كمان برشلهم حبة البركة أو ممكن سمسم. الحقيقة هي العجينة أنا بعتمدها دايما بالمعروف، بتطلع فرجة معي، وهالمرة صار المعروف طبقات مثل الكروسان ومبين بالصور. جربوها ما بتندموا، إن شاء الله بصحة وعافية. وهلا صار وقت القهوة والسهرة الهادية، بتمناكم تكونوا معي صبايا، لنا لقاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.